الوقت، والآن ننتقل إلى كوفنتري البريطانية، ومعنا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي، هناك غارات استهدفت أيضا مدينة حلب أو محيط مدينة حلب السورية، والمرصد قال بأنها انفجارات في معامل الدفاع في ريف حلب الشرقي. الرجاء تفاصيل إضافية من حضرتك. نعم، والتي مساء الخير، والتي يتواجد فيها حقيقة الأمر أو كان يتواجد فيها ولا يزال ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وهي استهدفت أكثر من مرة منطقة معامل الدفاع، انفجارات عنيفة دوت في هذه المنطقة، يرجح بأنها ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة معامل الدفاع الواقعة في ريف حلب الشرقي في محيط السفيرة، ولا علاقة لها بما يجري من اشتباكات ما بين هيئة تحرير الشام والنظام بريف حلب الغربي في منطقة جغرافية مختلفة. حتى اللحظة لا يعلم إذا ما كان هناك خسائر بشرية أم لا. المنطقة هي يعني تقع في ريف حلب وليست في منطقة مأهولة كبيرة في السكان، وهي محاطة مطوقة بطوق عسكري وطوق أمني للحزب والحرس الثوري الإيراني. لمن لا يعلم بأن المنطقة الواقعة بريف حلب الشرقي وصولا هذا الخط إلى دير الزور، غالبية الحواجز هي تابعة للميليشيات الإيرانية، وهي نقطة ارتكاز كبيرة للإيرانيين في الأراضي السورية. نعم، هل لك أن تشرح لنا أكثر عن هذه المنطقة رامي؟ هي اسمها منطقة معامل الدفاع، هل هي منطقة عسكرية أصلا أم أنه اسمها هيك؟ لا، هي يوجد فيها معامل للدفاع، يوجد فيها مراكز بحوث علمية، وكان هناك فيها تصنيع عسكري في هذه المنطقة، وجرى استهدافها أكثر من مرة من قبل الإسرائيليين. والمنطقة تقع بريف حلب الشرقي في منطقة السفيرة، وهذه المنطقة عندما تخرجين من مطار حلب الدولي باتجاه الشرق انطلاقا من هذه المنطقة مرورا بريف الرقة الجنوبي وصولا إلى دير الزور والبوكمال، غالبية هذه المناطق وحواجز هذه المناطق تابعة أما للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أم لميليشيات مدعومة من إيران وممولة من إيران، ويتواجد فيها حزب الله ويتواجد فيها ميليشيات أخرى. حزب الله العديد نعم من انخفض بشكل كبير جدا من نتيجة الاحتياج في لبنان، ولكن تبقى قادة من حزب الله أو قادة من الصف الثاني والثالث هم الذين يقودون المجموعات الموجودة في هذه المنطقة. نعم، هذه المنطقة أنت كنت قلت بأنها كانت بحوث حلمية وأيضا مواقع عسكرية، ولكن هل يوجد فيها أي من قوات النظام السوري ولا فقط مقتصرة على ميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية؟ لا، موجودة قوات نظام، هي موجودة كمعامل دفاع، موجود فيها قوات نظام ويتواجد فيها الميليشيات الإيرانية، وهي تعرضت للاستهداف أكثر من مرة من قبل الإسرائيليين، ليست هي المرة الأولى حقيقة الأمر، هي تعرضت للاستهداف هذا العام عدة مرات، وفي الأعوام الفائتة كانت تتعرض بشكل مستمر للقصف من قبل الإسرائيليين. نعم سيد رامي، بالطبع سنبقى معك وسنعود إليك مع كل ما هو الجديد في هذا الأمر. كنت معنا من كوفنتري البريطانية السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.